شو بكون ما تمدوا ايدكم؟ ايه اخي شو قلت؟ والله شرشتني الفاروق بهالقصة. اخي خالك ابو فهد سامع سامع الزعمة وما لنا غير نقتل خاتون لحتى ناخذ زعمة انا وياك فشو؟ شبك ايوب والله بعرفك رجال وقت حالك، بعدين ما في غير هي الطريقة لترجعوا عز ابوكم. ولك انا ابي لما رحت هذيك المرة بهدلني وقلعني وشوفت عينكم وين وصلت. بعدين ليقوم الزيبق يعيد قصة فهد معنا. لك عم نقول لك كل شيء حيكون مزبط على 24، بعدين ما في حدا غيرك بيعرف المطرح. اخي انا ما دخلني ما دخلني. اخي انت دلني على امك وانا بتصالح. شو؟ ايه شو علي؟ بعدين ان شاء الله باذن الله بس يصير فاروق الزعيم حتكون انت عقيد الحاره. سموا بالله.